في معمل الأدوية الروسية هذا، والذي ينتج منذ أكثر من 20 عاماً نطاقاً واسعاً من الأدوية على رأسها الإنسولين، تحديات جديدة الآن، منها زيادة الإنتاج في ظل تقارير لجنة وزارة الصحة الروسية عن وجود ما يقرب من 100 دواء صنف في خانة الأدوية النادرة في الصيدليات والمستشفيات. على خلفية الأحداث الأخيرة، ازداد الطلب على الأدوية في روسيا، واختفت بعض الأدوية من الصيدليات. اضطررنا لزيادة الإنتاج من أجل تأمين السوق الروسية بالأدوية الهامة لحياة الإنسان، لأن الإنسولين هو مادة هامة لا يستطيع الإنسان العيش من دونها. لم تكد هذه الشركة لتتعافى من تداعيات كورونا وانقطاع الواردات من المواد الخام حينها، حتى بدأت تواجه تداعيات العقوبات التي فرضت على روسيا، لتبدأ البحث عن بدائل للموردين للمواد والمعدات الطبية. واجهنا صعوبات بعد فرض العقوبات، ولكن خلال فترة قصيرة استطعنا تغيير المصدرين، ووجدنا شركاء جددا من الدول الصديقة، والذين يستطيعون تصدير كل ما يلزمنا من معدات ومواد أولية. استقلال روسيا عن الأدوية المستوردة وزيادة إنتاج الأدوية المحلية هدفان وضعهما الرئيس الروسي أمام الصناعة الدوائية في البلاد، مع التأكيد على ضرورة زيادة إنتاج مواد الخام المحلية لتحقيقها. الأدوية ذات المجموعة الواسعة التطبيق لم تختفي من السوق ولم ترتفع أسعارها، لكن الأدوية الغالية الثمن والتي تؤمن استمرار الحياة في ظل الأمراض الثقيلة، نعم اختفت. في ظل انسحاب 28 شركة أجنبية من السوق الروسية وتراجع نسبة واردات الأدوية إلى روسيا إلى نحو 9%، تبقى التساؤلات لدى المواطن الروسي حول مدى إمكانية شركات الأدوية المحلية تعويض هذا النقص. كاتيا طعمي، الحدث، موسكو. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.